وللمزيد من الحديث عن وضع الصحفيين في العراق في ظل تزايد الملاحقات والانتهاكات ضدهم، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. كما تعرفون سيد مصطفى، على النقيضين حرية الصحافة ووجود احتلال أو من يتبع الاحتلال من الذين يحكمون البلاد اليوم، أكثر من 500 صحفي منذ عام 2003 فقدوا نتيجة الانتهاكات المستمرة، كيف تصفون الوضع اليوم؟ كما تعرف حضرتك ويعرف السادة المشاهدين الكرام أن العراق، الحالة الحالية في العراق يعني منذ احتلاله عام 2003 لا مثيل لها في التاريخ. العراق يعاني من احتلال أمريكي وإيراني مباشر من جهة، ويعاني من سلطة غاشمة بكل معنى الكلمة، ويعاني من وجود الميليشيات وانتشارها في كل مكان، ويعاني أيضا من وجود سلطة برلمانية أو جهة يعني برلمانية تشرع القوانين المناهضة لحرية الصحافة، وهناك أيضا القضاء الذي يعني ينتهك حقوق الصحفيين وينتهك حرية التعبير، وهناك أيضا الميليشيات الإرهابية التي دخلت في إطار السلطات الرسمية أمنية كانت أو عسكرية، وهناك المال الفاسد الذي بيد السياسي الفاسد يرتشي به ويرشي به ويقتل ويمارس كل جرائمه. لذلك فهذه الانتهاكات التي تحدث عنها التقرير الذي بثتموه قبل قليل يعني تجري كلها في إطار هذه الخلطة العجيبة التي لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم. هذه الخلطة العجيبة، كلمة السر فيها على ما يبدو هو خشية النظام الفاسد من كلمة الحق ومن كشف الفاسدين وعمليات السرقة والنهب والاحتيال وما إلى ذلك. ونحن يعني نشهد كل عام عشرات عمليات النهب والسرقة على سبيل المثال. فهل هذا تعتقد أن ثمة ربط بين خشية النظام الموجود حاليا وبين قمع الصحافة بهذا الشكل؟ بالتأكيد الحقيقة هي المستهدف الأول من كل عمليات الإرهاب، لأن التي تستهدف الصحفيين ويجري اغتيالهم أو تغييبهم أو حبسهم أو ربما التضييق عليهم واضطرار بعض أو كثير من هؤلاء الصحفيين إلى مغادرة الأراضي العراقية إلى الخارج، كل هذا لا يستهدف أشخاصا بعينهم، وإنما يستهدف نقلهم للحقيقة وكشفهم للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني والجهات الفاعلة في المشهد العراقي، وهي كلها جهات إرهابية فاسدة مجرمة مزورة وترتكب كل الموبقات بحق الشعب العراقي. هذه العشرين سنة التي مضت أثبتت صدقية ما نقول منذ البداية وما قلناه منذ البداية في أن هذا العراق يخضع لاحتلال من جهة ويخضع لميليشيات إرهابية، ولا توجد حكومة بالمعنى الحقيقي للحكومة، هي سلطة غاشمة نصبها المحتل وتستهدف كل أبناء العراق، ومن ينقل الحقيقة مستهدف بالتأكيد بهذه الإجراءات الإجرامية التي ترتكبها الجهات الفاعلة في المشهد العراقي كلها. لكن الحكومة تدعي أن أوضاع الصحفيين في العراق أفضل من أوضاعهم في دول أخرى من هذه المنطقة، كيف يمكن تفسير ذلك، إصرار الحكومة على مثل هذه المعلومات المضللة؟ يعني هذا جزء من عملية البروباغندا والدعاية السياسية التي تحاول السلطة عبر قنواتها المختلفة والجهات، السلطة في العراق يعني عبر قنواتها المختلفة وأيضا الجهات الداعمة لهذه السلطة محلية إقليمية كانت أو دولية، محاولة لتبرير أو لتقديم صورة إيجابية إلى حد كبير عن هذه السلطة الغاشمة في العراق، ولكن هذا الأمر يعني أنا أعتقد لم يعد ينطلي على كثير من المنظمات الدولية
ووسائل الإعلام الحقيقية، فهي تفضح بين حين وآخر وبشكل مستمر ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد نفس السلطة التي تدعي أبواق يعني تم رشوتها بالحقيقة، تدعي أنها سلطة تسمح بحرية التعبير وتتيح مجالا كبيرا للصحفيين وتمنحهم حرية كبيرة. الأمر تعدى الصحافة المحلية والصحفيين العراقيين إلى استهداف الصحفيين الدوليين الذين يزورون البلاد للقيام بمهام صحفية، وهناك أكثر من شاهد كما تابعتم في الأخبار خلال هذه الأيام، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني أنا قلت لحضرتك أن الحقيقة هي المستهدف الأول، ومن ينقل هذه الحقيقة يعني يقع في دائرة الاستهداف المباشر وغير المباشر بوسائل عديدة في الحقيقة. الصحفيون الأجانب الذين لم يعودوا يقتنعون النزيهون والمخلصون لمهنتهم، الذين لم يعودوا يقتنعون بهذه التضليل الكبير الذي تحاول بعض الجهات إصباغه على هذه السلطة العميلة والمجرمة، لا شك أنهم يقعون تحت طائلة هذه الانتهاكات الجسيمة التي كان الصحفيون العراقيون يتعرضون لها من طيلة السنوات العشرين الماضية. لذلك يأتي هذا الاستهداف للصحفيين الأجانب في هذا الإطار. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب. شكرا. شكرا لكم.